أطيب الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في خبر جديد. الحارس مصطفى زغبة هو أنسب خلف لأحسن السلف في حراسة عارين للمنتخب الجزائري، نظرا للإمكانيات التي يتمتع بها صاحب 31 سنة مصطفى زغبة. فعلا يستحق هذا الأخير الفرصة كاملة في قادم الاستحقاقات، هذا رغم مشاركته في 3 مباريات رسمية فقط خلال مسيرته الدولية، وآخرها في وديتي غينيا ونيجيريا الشهر الفائت. وطبعا تبقى المنافسة مفتوحة للجميع. هذا الحارس المتألق مصطفى زغبة يسجل قبل قليل هدف عالمي ويساهم في فوز فريق الضمك بثنائية نظيفة ضمن الجولة 5 من الدوري السعودي، وجن جنون الجميع بهذا الهدف الصاروخي من المرمى إلى المرمى الآخر. لن يضع لايك لهذا الفيديو إلا من يحب هذا الحارس في كل الظروف.